كيف بستخدم الفولتميتر أو الأفوميتر الحديث الديجيتال لقياس الجهد؟ أولا أحرك المؤشر من الأوف إلى 20 لقياس الجهد بهذا الشكل. الشيء الثاني، أتأكد من أنه وصلت الموجب إلى الطرف الوسط والسلك السالب إلى الطرف السفلي بهذا الشكل. أترك الطرف اللي فوق لقياس شدة التيار ما له مناسب. الآن أقوم بالتوصيل بهالشكل. الأفضل أن يبقى بهذا الشكل بدون ما يتوصل بالدائرة، يعني أوصله بالأخير. بدي أقيس فرق الجهد بين النقطتين، أضعه بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل. فمثلا بدي أقيس الجهد بين طرفي هذه المقاومة بهذا الشكل، أكون وبالتالي أقرأ الجهد مباشرة هنا 6%، 6/100، وهكذا ممكن يزداد. إذن بيكون استخدمته لقياس فارق الجهد. إذن الجهد الآن تقريبا 12%.